فقرة الصحف التي ينضم فيها معنا الصحفي بغرفة أخبار نبا الأستاذ صادق الدرهوني. صباح الخيرات. يا صباح الخيرات. جمعة مبارك. مرحبا بك. يوم مبارك. بداية مشاهدينا مع موقع المختار العربي حيث كشف مكتب المدعي العام البلجيكي بأن حجم فوائد الأموال الليبية التي اختفت في بروكسل تقدر بملياري يورو. ووفقا لما ذكره موقع المختار العربي فإن المدعي العام قال بأن بيان له أن فوائد الأموال سددت إلى جهة مجهولة، لافتا إلى أن هناك مؤشرات توحي بأن المؤسسة الليبية للاستثمار. وتأتي التصريحات عقب جلسة استماع قاضي التحقيق البلجيكي ميشيل كلايف إلى مدير الخزانة السابق مارك مونباليو المسؤول عن رفع التجميد عن فوائد الأموال الليبية المجمدة في بلجيكا. أستاذ صادق، يعني ما لربما ما هو الجديد في تطورات اختفاء المليارات داخل بلجيكا أو الأموال الليبية الموجودة والمجمدة داخل بلجيكا؟ نعم، هو حقيقة الجديد ما صرح به المدعي العام البلجيكي خلال اليومين الماضيين، وأكد أن حجم الفوائد الليبية التي اختفت في بلجيكا تقدر بملياري طبعا يورو. طبعا هذه التصريحات جاءت يعني عقب تضارب التصريحات لمؤسسة الاستثمار الليبي ما بين التأكيد على سلامة هذه الأموال وما بين الاعتراف بين الحين والآخر التصرف في بعض فوائد هذه الأموال. طبعا نعرف أن مجلس النواب شكل لجنة وأوفدها إلى بلجيكا للتحقق في هذه القضية. اللجنة تواصلنا معها حتى في خلال وجودها في بلجيكا، لكن بعد انتهاء أعمال هذه اللجنة والعودة إلى المجلس لم تقدم تقريرها حتى الآن، أو نحن لم نسمع أن هناك حتى جلسة عقدت من مجلس النواب لمتابعة هذه الأموال رغم تشكيله للجنة. كذلك لم نسمع حتى رأي أو تصريح للمجلس الرئاسي المقترح أو مجلس الدولة. يبدو أن الجميع يحاولون هكذا السكوت على هذه القضية أو حتى ربما طمسها، رغم الاعترافات البلجيكية الكثيرة والتي تؤكد على أن هذه الأموال بالفعل تم التصرف فيها وربما حتى وزعت على جماعات غير معروفة، يقولون هكذا البلجيكيين، سربت إلى مجموعات غير معروفة، ربما شخصيات سياسية كبيرة أو حتى تجار سلاح. طبعا مؤسسة الاستثمار التي تمتلك هذه الصندوق السيادي للثروة الليبية وتقوم بإدارته يعني خلال الفترة الماضية ربما اعترفت بأن الأموال الليبية كلها في حفظ في الحفظ والصون، ولكنها مع تصريحات لصحيفة أمريكية قالت لا، تم التصرف في جزء من هذه الأموال، جزء يقصدون هنا الأرباح الأموال، وقالت أن هذه العملية موجودة حتى ليست في بلجيكا وحدها ولكن موجودة حتى في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ. نعم عذرا، ولكن نجد هنا بتبرير بلجيكا يعني برفع إصبع الاتهام عن الجهات المسؤولة في بلجيكا وبين هناك أشخاص مسؤولين ليبيين لربما هم المسؤولين عن رفع التجميد. لا، القضية حسب ما يقول المسؤولين البلجيكيين إن الفوائد الأموال غير مشمولة بقرار مجلس الأمن، وبالتالي من حقه التصرف فيها، وبالتالي هم الذين تصرفوا في تحويل هذه الأموال. بعض المسؤولين البلجيكيين وحاليا المدعي العام يتابع هذه التحقيقات وأكد وجود هذا ليس بالاختلاس ولكن بتحويل هذه الأموال بطريقة يعني مريبة، يعني الأموال قدرها حوالي ملياري يورو كما قلت، وبالتالي يعني تأكد أن هذه الأموال تم تحويلها، لكن إلى أين؟ هنا السلطات البلجيكية للآن لم تحسم هذا الأمر ولم توضح من هي الجهة التي استفادت. مؤسسة الاستثمار قالت خلال الفترة الماضية أن جزء من هذه الأموال تم سحبها لإدارة بعض الأعمال الإدارية التي تخص المؤسسة. السلطات البلجيكية لازالت تقول أن ربما تسربت هذه الأموال إلى حتى لمجموعات ربما مسلحة تسبب في الدمار لليبيا نفسها من خلال الأموال الليبية. يعني هذه قضية لازالت حقيقة شائكة، توضح أن هناك تلاعب كبير في الأموال الليبية المجمدة. هناك يعني عزوف أو شبه سكوت كلي من المسؤولين الليبيين ولم يتحدثوا يعني صراحة هذه أموال الشعب الليبي ولا بد أن يتحدثوا عنها أين صرفت. يعني لحد الآن لم نسمع أي تصريح رسمي يؤكد أو ينفي ذلك. نعم،
وبالانتقال إلى المعهد الدولي مشاهدينا للدراسات الاستراتيجية IISS بأن الاختلاف بين المعسكرين المتنافسين في ليبيا وداعميهم الخارجيين لا يزال يعرقل عملية تحقيق الاستقرار، مما يجعل إنشاء جيش موحد هادفا مستبعدا عن المدى أو على المدى القصير. وأوضح المعهد بأن تحقيق جيش موحد في ليبيا غير ممكن على المدى القصير، حيث العنف المستمر والطموحات المتباينة بين الزعماء الرئيسيين في البلاد، وأيضا جداول أعمال متضاربة للاعبين الدوليين ينطوي على خطر تقويض هذا الجهد. أستاذ صادق، يعني ما هي لربما الأسباب التي حددها المعهد لاستبعاد يعني حيث استبعد فيها لربما إمكانية توحيد المؤسسة العسكرية الليبية؟ نعم، هذا ما جاء حقيقة في تقرير المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية. هذا المعهد طبعا هو يعتبر مرجع فعلي يعني في الشؤون الدولية، اتخذ من زيورخ مقر له. يعني في هذا التحليل الذي كتبته محلل أبحاث الدفاع والتحليل العسكري أماندو لابو، أكدت فيه أن توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا وفقا ما نص عليه مؤتمر باليرمو الأخير لن يتحقق، وقد يكون هدف مستبعد على المدى القصير. طبعا رجعت ذلك إلى عدة اعتبارات، ثلاثة يعني وحددت تقريبا في ثلاثة أسباب كما تقول أن السبب الأول هو الاختلاف بين المعسكرين المتنافسين في ليبيا وداعميهم الخارجيين، تقول العنف المستمر والطموحات المتباينة بين الزعماء الرئيسيين في البلاد، تقول أن جداول الأعمال المتضارب للأعمال للاعبين الدوليين. يعني هنا تتحدث في بعد ذلك عن ما تسميه بالجيش الليبي في المنطقة الشرقية، وتؤكد ويؤكد المعهد بأنه لا يوجد بالفعل جيش بالمنطقة الشرقية بالمفهوم العام، فكل ما هناك لا يزيد عن 25 ألف عنصر بوحدات قد تصل إلى حجم لواء. هذا ما يقوله المعهد من خلال دراساته، ويفند يعني حقيقة الهلولة والتكبير الذي يقولون أن هناك جيش وهناك انضباط وهناك ترتيبية عسكرية وغير ذلك. هذا معهد طبعا دولي يؤكد ذلك، يقول أن هذا الجيش الذي يتكلمون عنه في المنطقة الشرقية لا يتكون فقط من بقايا بعض جيش النظام السابق ومجموعات مسلحة قبلية وعناصر من التيار المدخلي. هذا هو الجيش كما يصنفه المعهد الدولي، ويشير إلى أن هذا الجيش لا يحظى بأي اعتراف رسمي، رغم أنه يستفيد من برامج تدريب ومن دعم طبعا بعض الدول، ونعرف أن هناك دول تدعم في هذا الجيش سواء كانت روسيا أو مصر أو حتى الإمارات. تشير إلى أن حتى الحكومة المقترحة في المنطقة الغربية ليس لديها جيش، وإنما تعتمد كما يقول المعهد على مجموعة من الميليشيات تقوم بالاقتتال الداخلي فيما بينها بين الحين والآخر، وتابعنا يعني خلال على فترات الماضية ماذا حدث يعني في العاصمة طرابلس. تشير إلى أن حتى التركيز الاتحاد الأوروبي على دعم يعني قوة نظامية فقط مركزة على أساس لكيفية التعامل مع التجار بالبشر وعمليات التهريب والبحار، وبالتالي هو يدعم في جزئية فقط للحفاظ على أمنه من تدفق المهاجرين. نعم، والآن إلى شكرا لك أستاذ صادق الترهوني، صحفي بغرفة أخبار نبأ، كنت معنا، شكرا لك. شكرا لك.